برحب فيكم من جديد مشاهدينا، وبسرني اني رحب بالجزء الثاني من هالحلقه في الاستوديو بالصحافي المتخصص في الشؤون الامنيه رضوان مرتضى. صباح الخير استاذ رضوان، اهلا وسهلا فيك. دائما بالمحن والايام الصعبه بتكون جاهز لتعطينا الحقيقه وتعطينا جزء كمان نحملك فوق طاقتك، جزء من السرديه الواقعيه الحقيقيه لتصويب المسارات دائما. اهلا وسهلا فيك. مجزرتين كبيرتين على ما بعرف شو ممكن واحد يسميهم، كارثتين كبيرتين، البيجرز واللاسلكي، خلفوا وراهم 32 تقريبا شهيد واكثر من 3450 جريح، خلفوا وراهم حاله تضعضع خلينا نقول، صدمه كبيره عند الناس وحتى عند الحزب في الساعات الأولى لهذا الأمر. لا بغض النظر بعدين بنحكي قديش حزب الله هذا الجسم عنده قدرة لاستيعاب وامتصاص الصدمات، رح نحكي عن هذا الموضوع. إذا بدنا نوصف ما حصل هيك راوند أب، توصيف ما حصل بأي خانة بنحطه، لأنه هذا شيء غير مسبوق. هي قبل كل شيء أكيد الرحمة والخلود للشهداء، وبتمنى الشفاء العاجل للجرحى اللي كله مصاب وكل إصابة رح تبقى معه مدى العمر، وكمان كل الاحتضان وكل العزاء للأهل، لأهالي الشهداء ولأهالي الجرحى. اللي صار هو ما تنسي أنه نحن بحرب، وهيدا الحرب بلشت عسكريا بأكتوبر إذا بدك بتاني نهار، ولكن هي قبل طوفان الأقصى. الحرب الأمنية موجودة، الحرب الأمنية قائمة بين الاستخبارات الإسرائيلية وبين أمن المقاومة، وفي كتير من العمليات اللي ما طلعت للإعلام وما نحكى عنها، في تسللات كذا مرة للإسرائيليين، وفي كتير عمليات وشبكات كشف ونفس الشيء. وبالمقابل كمان المقاومة ما كانت مقصرة بالشغل اللي كانت عم تعمله بالداخل الإسرائيلي، بالداخل الإسرائيلي وآخرهم عملية مش آخرهم، واحدة منهم كانت عملية مجدو اللي نحكى شوي عنها بالإعلام. نعم. بأذار 2023 اللي صار هو بيأتي ضمن الحرب الأمنية اللي موجودة، هو منه ضربة عسكرية. بالحرب الأمنية نحن بناكل ضربة ومنطعمي ضربة، وهيدي موجودة، ولكن هي ضربة قاسية، أكيد قاسية، مؤلمة، بكتنا، وجعتنا. أغلب اللي راحوا هني أصحابنا رفقاتنا، ما في حدا إلا ما بيعرف واحد فيهم، وهني الشباب اللي كانوا عم حاملين دمهم على كفون، وهن اللي عم بيقاتلوا ونحن ما بنعرف انه هن اللي على الجبهة. ولكن هل المقاومة رح تتعافى؟ اكيد المقاومة رح تتعافى، لانه تلقت ضربات اكثر. نقتل القائد العسكري للمقاومة عماد مغني، نقتل فؤاد شكر، نقتل مصطفى بدر الدين، كتير قيادات للمقاومة، عباس الموسوي، وكملت المقاومة. والمقاومة اليوم بس خليني معلش هون يلي عم يسمعنا حتى اللي ما نكون عم نمرق الأمور هيك، القيادات شيء والجسم المقاتل جزء منه مقاتل وجزء منه مدني كمان، والمدنيين كمان موجودين على الأرض وإن كانوا بانشغالات مختلفة، يعني منهم الممرض ومنهم يعني عندهم عدة انشغالات. القائد شيء، وجسم بهالحجم أن يتضرر حوالي 4000 شاب هنن مقاتلين خلينا نقول وعاملين في هذا الجسم، مقاتلين لوجستيين، قيادات في بيناتهم مسؤولين. بس اللي انا عم اقدم لك هيدي المقدمه سمر لحتى اقول لك انه المقاومه اكيد رح تتعافى. والقياده وقت اللي اجي احكي انا عن القياده هي الثقه بالقياده، لانه الاسرائيلي اللي عم يعمله هو عم يجرب يضرب ثقه البيئه والشعب والجنود بقيادتهم. فالقيادة هي الأساس بهذا الموضوع. ولكن اللي أنا بدي أقولك إياه أنه هيدي الضربة هي ضربة منا ضربة قاضية للحزب، هي ضربة كتير مؤلمة، طالت تبين 3000 ل 4000 شاب، عديد الحزب 100,000 مقاتل، ضربة كتير كبيرة بكبسة وحدة قدر الإسرائيلي يعمل هيك. إنه هي أكبر عملية هي حصان طروادة الحديث إذا بدك بالطريقة اللي عملوها الإسرائيلية، وهي عملية ترفع لهم القبعة عليها، وهي في تحقيق لحتى يتبين. لا لا لا، وقت يكون خصمك هالقد
عمل ضربه سجل جول تعترف له تعترف له مش بترفع له قبعه بس في شيء بهالقصه هي مش بالمزايده بهالقصه عم بحكيك انا عسكريا وامنيا بالانجاز اللي عمله الاسرائيلي لحتى نكون واقعيين يعني هيك انت عم تقولي لي ضرب 4000 ضربه واحده يعني هي عمليه صعبة علي هي اكثر عمليه ناجحه بالعصر الحديث وهي اقسى عمليه بتتلقاها المقاومه بتاريخها بس اللي انا عم اقوله انه هل هي العمليه هل هي الضربه هي ضربه قاضيه نحن في حرب نقط بيناتنا بيننا وبين الاسرائيلي ان بيضربوا بمال نحن بنضرب بمال ولكن السؤال اللي قبل هيدا قد ايه حجم الخرق اللي موجود اللي عمله الاسرائيلي من خلال هاي العمليه اللي رح نحكي عن تفاصيلها هلا يفترض بالحق. اليوم ناطرين نسمع روايه هل في حلقه ثالثه بهذا المسلسل اللي مبلشه الاسرائيلي على اعتبار انه نتنياهو عملنا اول ضربه اللي هي البيجر ثاني ضربه اجهزه الاتصال اللاسلكي وترافقت هيدي الضربه مع شيء برايي كمان لازم ينحكى عنه له علاقه بقياده الجبهه الداخليه بلبنان اذا بدك اللي هي يفترض تتوفر وتدار بطريقه افضل من هيك لانه بالتزامن مع هيدي الضربه في كم شائعات انكب له علاقه بانه الاسرائيلي عم بيشن هجمات كهرومغناطيسيه عم بتفجر الاجهزه الالكترونيه وممكن كل الاجهزه ببيوتكم تتفجر التليفونات مكنات التدكيس السولار سيستم مين عم بيكبها هيدي الاشاعات هل هي ناتجه عن شيء مبرمج برايك ولا عن الخوف والهلع يلي صار بين الناس انا ما بشوف شيء بريء خاصه انه نحن بحرب والاسرائيلي لخبرك خبري الاسرائيلي في لاين عم يشتغلوا من وقت اللي بلشت الحرب عبر شركات حطتها كستار لينشر مقالات لتوهين الثقة وللطلب انه وقف الحرب وتبين انه الحملات الممولة اللي انعملت وانه النازحين قد ايه عم يتململوا وما بقى بدنا الحرب مع اسرائيل وما بدنا هيدي بشق اثنين قليلي امبارح مين نشر اول صورة لما كانت التدكيس اللي هي وكب خبرية انه هيدي انفجرت تليفونات عم تنفجر انه حالة الهلع اللي انعملت هي لتفرجي انه نحن فقدنا السيطرة وانه الاسرائيلي هو الله عرفتي كيف انه هو عنده قدره الهيه نحن ما بنقدر نوصل له هي الحقيقه لا هو لا ما هو الله عرفتي كيف هو عنده تفوق تقني بس بالمقابل نحن في اخفاقات عملناها لحتى صار اللي صار لانه التفوق كتير عالي اللي عم بصير بس هو في خلل صار عنا هيدا الخلل من خلاله فاتوا هو للأجهزة اللي هي مزروع بقلبهم عبوات نسف صغيرة أو بدي أحكي عنها بالتفصيل بس قلت كلمة كتير مهمة هلأ قلت إنه في خلل صار عنا برأيك هل كان ممكن تفادي هذا الخلل؟ هيدا الجواب عليه حاليا مفروض يقدمه سيد حسن لأنه هيدا الجواب هو إنه هن ثلاث أجوبة لهيدا السؤال هل يمكن تفادي هذا الخلل؟ يعني هل كان في إهمال؟ هل في تواطؤ او تعامل عرفت كيف او لا في تطور تقني هائل يعني هو المكانات انفحصوا ورغم انه انفحصوا ما كان ما بين تريس او ما بين اثر للماده المتفجره خاصه انها هي ماده مش متداوله منا مثل ما نحن كنا شو نوع الماده شفتها كنت عم بحكي انا وياك قبل الحلقه بي تي لحظه شوي بي تي سي بي سي تي هيك شيء اسمها بي اي تي ان هيدي المادة اللي هي او بنت بيسموها كمان بنتا هيدي مادة شديدة الانفجار كثافتها قليلة حتى كميتها بالجرامات محطوطة انفجرت كفيلة انها تعمل كل هال فهي مثل كهربرية حصان طروادة اللي انحط ومن خلاله قدروا يتسللوا الاسرائيلي قدر يفوت عبر هيدي الوسائل ولكن السؤال فيك الاخطر تجاوبني على اللي قبل فيك تجاوبني على ثلاث نقاط يلي طرحتهم انه هل في موضوع اهمال نفحصوا تواطؤ وهل الاجهزه انفحصت ولا ما انفحصت اوكي لجاوبك على ثلاث نقاط بهالقصه وبقصص ثانيه هل في اهمال ببدايه الحرب كان في اهمال من الشباب لانه هن كان سقط شهداء كثير ببدايه الحرب لانه هن ما معودين على اللي تخيلي انت اللي بال 2006 خلقان هلا قد عمره اللي عم بيقاتلوا هن كان يا كان عمره سنتين ثلاثة أربعة يا ما كان خلقان أو خلق يعني أعمارهم صغيرة مش فهمانين شو إسرائيل وشو الحرب مع إسرائيل ففي كتار كانوا حتى الحزب وصل ليفتش الشباب التليفونات تليفونات ولا لا مش فهمانين
هيدا الإسرائيلي اللي عم بيقتلوا كيف. فالقيادة اللي عندهم تجربة قبل كانوا عم بيخبروهم، بس في الشباب اللي أول مواجهات عم يعملوها واللي عم بصير كان في خرق، فهيدا كان موجود هيدا كمان. ولكن هل في إهمال من قبل القيادة المسؤولة عن فحص هول الأجهزة؟ المعلومات بيقولوا لا، إنه هني فحصوا هالأجهزة ولكن ما عملوا، ما بينت، مش مبينة. يعني في تقارير حتى غربية قالت إنه أي نوع من أنواع المواسح الضوئية ما بتقدر تكشف هذا النوع. صح. من وهو ممكن يكون فحص إلكترونيا، يعني الخبرية خبرية. أنا وقت اللي بدي أصور مقابلة مع حدا بالحزب خاصة بيكون له علاقة بجسم المقاومة، أنا أو أي صحفي بده يصور مقابلة أو مخرج بده يعمل مقابلة، بياخذوا منك الكاميرا او هني بيقدموا لك الكاميرا اللي تصوري فيها. صحيح. وبياخذوا الكاميرا ليفحصوها ليتاكدوا انه ما فيها اي شيء. يعني هاي بابسط القصص، مش انه باجهزه هني عم بيوزعوها لشبابهم ولقي لمسؤولين بقلب الحزب. يعني الاسرائيلي لو بده ينقيهم تنقايه للشباب ما كان بيقدر، ما كان بيجيب هيدا هيدا الرقم، وهول الناس اللي قدر يوصلهم من خلال هيدا الخطا اللي صار. هل هو خطا؟ اكيد خطا، نحن ما نشوفه، لانه هني قدروا يخترقونا، هيدا اختراق. صحيح. فأكيد في له طريقة لمواجهته. هذه بدها تبين أنه هل هيدا الخرق هو فقط بأجهزة البيجر؟ يعني الضربة الثانية برأيي أنا كانت أقسى من الضربة الأولى. الضربة الأولى هي مفاجأة لسلكي، لأنه مفروض يتفتش على هالمصادر. يعني مثل ما مكتوب اليوم أنه في ضباط إسرائيليين من الموساد الإسرائيلي إجوا أسسوا شركة ببودابست، أسسوا عدة شركات ببودابست، هدفهم الأول، زبونهم الأول بالنسبة لهم كان حزب الله، بس هن صاروا يبيعوا كتير جهات. إجا الزبون اللي هن بدهن إياه فلغموا له الشحنة اللي طلبها، وعلى مراحل. وهن بيقولوا أنه تأسست الشركة بصيف 2022 وبلش ياخد هيدا البيجر. والإسرائيلي عم يشوف طيب أنه ما في جيش بالعالم. بال2006 الحزب ما كان بهذا الحجم اللي موجود هو اليوم. اليوم هو جيش. نعم. عنده أركان، عنده منشآت. قبل كانوا شباب تتفاجأ فيهم وقت اللي تعرفيهم، هلأ ما في يتخبى. والجيش بده وسائل تواصل، في وسيلة تواصل. وقت اللي ينقال انه هذا التليفون ما منا نتواصل عبره، وفي بدنا بديل، بدنا بديل. البديل كان البيجر اللي هني بيستخدموه من زمان. البيجر المحدث هيدا اجا ملغوم، وهيدا اللي عملوا، مش انه لا بثوا، ما هني منهم الله ليبثوا ذبذبات او هجمه بموجات كهرومغناطيسيه تفجر هيدا الاجهزه. هني لاغمينا، اجا من المنشا، من الشركه، من المنشا ملغم. صح، ملغم لانه كان معروف الى لمين متوجه. صح. ولوين رايح. وانشئت هذه الشركه ببودابست بهذا الغرض. صح. يعني هدفها الأول كان حزب الله. هدفها الأساسي هي حطت ساتر وعملت كذا غطاء لتخفي هوية المنشئين لها، واشتغلت على فترة طويلة. وخلال هالفترة الطويلة كانت ناطرة عم تتصيد، قدرت تصطاد، وهي كتير سهلة خاصة وقت اللي انت كنت تكوني عم تشتغل. يعني كنت عم خبرك على قصة انه المخابرات الاسرائيلية بواحد من الكتب عن العمليات اللي عاملينها قبل بيخبروا انه كيف فتحوا شركة مفروشات بإيطاليا، وكيف كان هدفهم انه يوصلوا مفروشات على قصر الرئاسة السوري ايام الرئيس حفظ الاسد، وانه كيف قدروا يفوتوا مكتب على الرئاسة السورية من ايطاليا. ضلوا صاروا بيعوا كان مزروع واشتغلوا على سنوات، وكان تبين انه مزروع بأجهزة تنصت، أجهزة تنصت وارسال موجودة بقى، ومرأفت وعرض ودخل إلى. فهيدي أيام ما حفظ الأسد. فتخيل اليوم بظل التطور التقني اللي هي تشيبس ما بتشوفيه، يعني إذا أنت فتحتيه للبورد تبع ما بتشوفها، ما بتنتبه، ما بتنتبهي لتبين أي سي أو تبين شيء من هني عم نقال أنه هي غطى على البطارية محطوط أو من جزء من البطارية، لأنه الخبر عم بيقولوا أنه فيك بينبعت إشارة لهيدا الجهاز، هيدا الإشارة بتعمل أوفر هيتينج للبطارية، تتحول لساعة، لا بتتحول لساعة بتفجر العبوة الصغيرة اللي موجودة. وهي موجهة، لأنه عرضت فيديو بفرجي أنه هو حاطط البيجر حد التلفزيون، بتخرق الطاولة وبتخرق ثلاث جوارير لتحت، لأنه ران هو ما إجا شافه، كان جوا موجود بالمطبخ الشاب. بعدين سمع انفجار، اول شيء ناسي انه البيجر، فكر الريموت يعني مثل ما عم بيقول. بعدين انتبه انه لا، هيدا البيجر وانجمعت اجزائه. فالتطور التقني خطير. السؤال الاخطر هو له علاقه بهيدي المواد اللي عم تفوت على لبنان. يعني سمعت انا كم خبريه انه لو مرقه على الجمارك كانت تتفتش، كانت صاروا عم بيكبوا هيك امبارح اخبار
مين قال لك انه بتتفتش او سكانر اللي بلبنان اللي بلبنان ممكن يكشفها تقدر تكشفها؟ مرفق طرابلس اغلب هلا في مشكل مجتمعي بلبنان ما انه موضوع حديثنا، كمية الفروض التركية اللي فات المسدسات التركية اللي هو 200 و300 دولار فاتوا عم مرفق طرابلس لانه السكانر اللي موجودة هونيك منزوعة وعم بيهربوها وبتتخبى وبتكلفة اصلاحها بحدود 300 ألف دولار وما حدا صلحها وعم تمرق. فانت بالاجهزة اللي موجودة عندك بمطار بيروت اللي هو يتهاوى ومتصدع ومن ايام حرب النقيفة اغلب القصص اللي فيه بدها تيجي تقدر تكشف أجهزة تقنية عملها الإسرائيلي اللي هو عنده أكثر عقل متقدم وبظهره كل الغرب، يستحيل أنه يكون هيك. الخطير بالموضوع هو أنه هل فقط بأجهزة الاتصالات اللاسلكية الووكي توكي وبالبيجر ولا لا؟ هون خلينا نروح على الحلقة الثالثة اللي ببداية حديثك حكيت عنها، أنه هل هناك حلقة ثالثة؟ قلت أول حلقة البيجر، ثاني حلقة اللاسلكي، اليوم في خوف من حلقة ثالثة؟ اكيد في خوف من حلقه. شو نوع الحلقه التالية؟ ما حدا بيعرف شو نوع على الحلقه، بس لحتى اقول لك شيء اللي هو كمان باطار التحليل، لانه هي اسهل شيء نحن نكون عم نحلل بمقابل الناس اللي موجوده هي عم تقاتل وعم تواجه. في احد الصحفيين الاسرائيليين اليوم ذكروا ما ابراهيم الامين بما قاله ذكر شو قال، انه هل توقيت هذه العمليه الضرب اللي عملها الاسرائيلي صحيح؟ مش كان افضل تنعمل بظل حرب كبيرة تشن على حزب الله؟ حكى عن هذا الموضوع القيادة والسيطرة عند الحزب، حكى انه هذا التوقيت لم يكن التوقيت الحقيقي يلي كان رسمه الاسرائيلي لهذه الضربة، لانه هو زارعهم لهول البيجرز والاجهزة من وقت طويل. اوكي، ليه قرر يستخدمها لهيدي هلا لهيدي الورقه؟ كان على اساس محضرها كضربه قويه قاسمه مع بدايه توسعه حرب او الدخول بحرب، واللي هي بالمنطق. ليه عمل العمليه بالتحليل مش بالمعلومات؟ انقال بالصحف امبارح انه الاسرائيلي تبين له انه في شخصين كشفوا، شخصين بالحزب كشفوا هيدا الخرق، فقرر يفجر ويحرق ورقه من وراءه. هيدا احتمال، هيدا عند مقاومة ما في ولا أي معطى من المقاومة بخصوصه. في احتمال تاني أنه لا، هو ماشي ضمن سياق طبيعي، عرفت كيف؟ وأنه هي عطى حلقة، كيف في رد على هيدا الاحتمال الأول اللي عم تحكي عنه وتحليل بعض اللي هيدا بيقول أنه لا منه سليم هيدا، أنه هيدا الرواية تبع أنه في اثنين من الحزب كشفوا وخلى الإسرائيلي يعمل يستعجل العملية، أنه هي رواية إسرائيلية بالكامل للتغطية على بيعة للأمريكان، يعني انا ليه ما بلغتونا وليه ما هيدا؟ لانه كمان ممكن جواب عليها انه طيب ما اذا دغري اكتشفوا قد ايه بدها تكلفهم ليخبروا الكل كبوا البيجرز؟ انه بدها ثواني، بدها هالقد، ففيها منطق يعني، اكيد فيها منطق. فنذهب الى نروح للسيناريو الثاني اللي هو بلا هلا توقيتها صح، اللي هو انه بلش لك باول ضربه، عمل لك ثاني نهار ثاني ضربه بالتشييع وكل العالم مش عارف شو عم بصير. تسرب خبرية كمان ما قدرت تتأكد منها بظل التخبط الموجود بموضوع المعلومات وكثرة الأخبار، أنه الحزب قبل بيوم جمع مجموعة أجهزة وكرمال هيك في بعد البيجر، بعد البيجر، بعد عملية البيجر صح دغري. لأنه شك أنه وقت لي حدا يزرع لي بالبيجر، فشو بيمنع أنه أنا في إشي جايبه من برا يكون مزروع فيها نفس الشيء؟ ففي كانوا بكم شقة اللي هني ولعوا، يعني مثل في واحدة منهم فيها مركز قيادة القوى الخاصة، فهو احترقت البناية أو احترق الشقة كلها. هيدي كان مجمع فيها مجموعة أجهزة صح، كانوا لموها من الشباب يعني وجمعوها في مكان واحد. هيدي ضمن المعلومات اللي انقالت بالمقابل. بس ليش مش كل الأجهزة انلمت؟ يعني ليش مش كل الأجهزة الجديدة اللي هي فايتة بمرحلة 8 أشهر؟ يعني لأنه قيل هون دقق لي أكثر من 8 أشهر، لا دقق لي بعد طوفان الأقصى وقت اللي نحكي عن صيف 28 بلشوا هني شغل إسرائيلية. فشو بيمنع أن يكونوا عاملين شركات تانية عم تبيع وعم تجيب لك هيك؟ لا أكيد، بس عم أنه في شحنات فاتت حكى من 5 أشهر و6 أشهر وفي شحنات قبل شوي. إيه أنه ليه اليوم لما أنت شكيت بهذا الموضوع ما أخذت قرار بجمع مش بعض الأجهزة، بإزاحة كل الأجهزة عمليا؟ كنت تفاديت هال 20 شهيد وال 450 جريح طبعا امبارح عمليا. هيدا سؤال أكيد كتير مشروع،
كرمال هيك انا قلت لك الضرب الثاني هي اقسى من الاولى، لانه انت وقت اللي شفت هذا الخرق اللي صار وعدد اكثر من 3000 شاب كيف كانت عم بتفقع فيهم البيجرز، فتلقائيا انا اي شيء جايبه من برا خلال هيدا السنتين دغري خلص يطلع برة الخدمة، هل ما لحقوا ما كانوا بدهم يعملوا هلع، بس ما هي اصلا حالة الهلع موجودة. لأنا كنت عم قلك في فكرة بس لحتى ما اسها عنا وما نكمل فيها، في شيء له علاقة بنشر الفوضى بالداخل، يعني هو عم يجرب يضرب الإسرائيلي الأمن المجتمعي بالداخل ليضرب الثقة بالمقاومة، واللي هو انه بشائعات عم تنكب يمين شمال، بس بالمقابل انه انت كشخص اي مواطن، هو هل هو عم يقبض حق الخبر العاجل لحتى يركض لحتى ينزلها، انه طلعت له انه يخلي شوي للعميل اللي هو مهمته ينشر هو الاخبار اللي عم يقبض عليها العميل لحتى ينشرها، او خي انت صحافي لحتى تطلع تقول هالمعلومة، او اذا انت صحافي تأكدت من المعلومة اللي عم تقولها قبل ما تطلع تحكي فيها. ففي مجموعة قصص عم تنشر. كان ضيفنا قبل شوي وزير الاعلام وحكي عن رعب جروبات الواتساب والخطورة اللي عم تصير على السوشيال ميديا، يلي هي جبهة لحالة عمليا، يلي هي بنفس واللي هي مستحيل تقدر تضبطيها يعني. إمكانية ضبطها خيالي يعني، هي على فكرة هي تصير وما كان، يعني وقت عملية مجدو بتل مجدو بفلسطين، وقت اللي صارت هيدي العملية كمية القصص الأخبار اللي عم تنكب كانت على التليجرام بقلب إسرائيل، إنه في مجموعة من حزب الله فاتت على إسرائيل وخطفت رهائن وعم تقتل بالرهائن، وهي شاب كان فايت يزرع عبوة وتفاصيلها منشر لاحقا وفي شيء منه معروف. فاللي عم قوله إنه بما يتعلق بالحلقة الثالثة كل شيء ممكن، لأنه بآخر فترة فاتت على السوق، يعني في حدا صار يجي يقول لك لفتني انا دعايه ببدايه الحرب على تيك توك، هيدي الدعايه كانت لتليفونات ابو لمبا اذا بتتذكرين نوكيا، انه ب 12 دولار بتقدر تاخده وتلاقي هي عم تطلع لك وين ما كان. مين بده يجي يطلب تليفون ابو لمبا؟ ابو لمبا المشهور انه ما فيش تتنصت عليه، منه سمارت وما بينخرق بسهوله، يعني انه بتقدر، انه شو بيمنع انه هيدا يكون فيه هالشيء؟ وممكن لا، بس هيدا احتمال بيظل الخيال، لانه تم الترويج له، الملفت كان انه تم الترويج له هيدا التليفون بالتزامن مع الحرب، بالتزامن مع الحرب صح. ومين بيسعى عمليا للحصول او يحمل هذا النوع؟ نحن يعني كلنا عنا اصحاب وبنعرف انه مثلا ضباط الجيش بيحملوا، كل اللي بيشتغل بالعمل الامني بيحمل تليفونات ابو لمبا، يلي ما بده يعني مهتم بهيدي الامور وعنده بشغله خطوره امنيه ما بده سمارت فون معه، يعني كمان هون ممكن تكون في شريحة مستهدفة هيدي ممكن بالفترة الأخيرة. فكل شيء استوردناه نحن أو نجيب هو بموضع شبهة بالفترة الأخيرة خلال سنة أو خلال سنتين، حتى وقت يجي خبرية بطاريات الليثيوم، إنه والتاجر تاجر، يعني التاجر هو بيهمه الربح صحيح، بيجي بيقلك إنه أنا لقيت مصدر عم بيبيعني أرخص شوية من السوق فبجيبه وبكسح السوق بفوت هيدي الكميات. والإسرائيلي اخر عهمه مين بده يموت؟ حزب الله غير حزب الله، بيعتبر كل البشر غير اليهود هني بهائم، ما بيشوف فيهم انه ما بيعتبر انه هو لازم يعيشوا، عرفتي كيف؟ بيعتبرهم حيوانات بشريه. فالفكره ولفتني انا في محل تليفونات بصيدا صاير في انفجار امبارح كان بالصور اللي كانت عم تتداول، معناتها مش الحزب بس المستهدف، عمليه البيجر كان الحزب مستهدف، اجهزه الاتصال ما كانت بس عند الحزب، كانت عند كذا حدا موجودة، حتى قطع الغيار اللي إلى الأنتينات التفاصيل اللي إلى المركزيات كمان هيدي موجودة بالسوق، يعني في كم تاجر معروفين هيدا بيجيب لك، هيدا بيعرض عليك ليكي بدك بطاريات بهالقد هو أرخص بتستخدميهم. امبارح كان عم ينقال انه السولار بانلز عم تنفجر، الالواح الطاقة الشمسية صحيح عم تنفجر، وصاروا يتداولوا انه هاي الموجة صلوا عن الانترنت والموجات الكهرومغناطيسية عم تفجرون، والاجهزة الاجهزة الوكي توكي يعني العادة الموجودة صح بين ايدين الناس العادية يعني. فالفكرة انه يستحيل اذا ما كان مزروع بقلبها شيء متفجر وفي بقلبها ريسبتر يتلقى يتلقى الاشاره لحتى يعطي امر انه بتفجيره ما بتفجر. فاللي كان عم يفجر فيه لانه في ناس بعثوا لي انه ليك هيدا اللوح على سطح فجر، هيدا بيكون في تحته مركزيه
لانه المركزيه اللي هي المحطه السنترال تبعها للووكي توكي بده ينحط بمطرح عالي، حاطينه فوق تحت السولار بانل، فانفجرت المركزيه مش السولار، فشافوا هن السولار بانل انه فقع. وهذا ما بيلغي انه لانه في ببالنا نحن بعقلنا بلوعينا خبريه انه بطاريه ليثيوم تفقع وبطارية تليفون قبل حتى مش هلا تفقع أصلاً. فانه هي بتفقع، طريقه انفجارها وحريقها مختلف عن اي شيء ثاني، بس انه هي بتفتح بتضخم بتفتح بتفجر يعني ما بدها ما بتعمل هيدا الكم من الانفجارات. في نقطه بعد وردت بحديثك كمان، التواطؤ. اليوم يعني مثلا كمان واحد بيفكر، صحيح انه الاسرائيلي راح عمل هذه الشركه برا وقاعد ناطر الصيد الثمين وما الى ذلك، بس اليوم في شبكه معلومات عم توصل ومشبكه، وطبعا حكينا انه في عملاء كثير، في شبكه عملاء كبيره. الى اي مدى اليوم هذا الجسم المقاوم، جسم حزب الله، صار مخروق؟ هذا السؤال أساسي على فكرة بهيدا الحرب، لأنه أكيد في تفوق تقني إسرائيلي، ولكن التفوق التقني لحاله من دون عنصر بشري بحسب كل مدارس الأمنية ما بصير، دائما بده يكون في خرق بشري. وبلبنان إذا بدك صار في يعني مرة. في حدا ببساطة قايل إنه الحزب أخذ قرار يشتري 5000 بيجر. صح. أوكي. الإسرائيلي عم بجرب يبررها، يعني رونن بيرغمان باللي كاتبه عم بجرب قال إنه كان في تقدير عند الإسرائيلي إنه طلع السيد حسن بواحد من خطاباته قال إنه حطوا التليفون، إنه العميل هو بإيد مرتك، بإيد ابنك، بإيد ولادك، بإيدك، حطه بصندوق حديدي وسكر عليه. اللي هو التليفون. عارف اللي هو التليفون، فقال إنه نحن قدرنا إنه الحزب بده يروح للبيجرز، فقاموا تأسست هيدي الشركة وبلشت تعرض وقدمت حالة انه هي محترفة بتصنيع هيدا الانواع. خلينا هون نقول انه البيجرز هو منه شيء حديث امبارح فات بعمل الحزب، بيستخدمه من زمان الحزب. واكيد اكيد الاسرائيلي بشبكة مخابرات وبيعرف انه الحزب بيستخدم البيجر النسخة القديمة. صح. يلي هي هلا موجودة، ما وصل لها هذا. صح. الخلل في هون هيدي النقطة اللي هي حطي عندك، نرجع نحكي موضوع الشلل، البيجر والشلل اللي حطتها عندي رح نحكي عنها، اللي كنت عم قول الموضوع التواطؤ والخرق، هيدا هو موجود بكل الأجسام الأمنية والعسكرية. يعني قدروا بفترة من الفترات الإيراني جندوا وزير إسرائيلي إذا بتتذكري 2017-2018 الإسرائيلية عملوا كتير عمليات بداخل إيران، وقت اللي قتلوا فخري زادة، وقت اللي قتلوا العلماء النوويين، وحتى وقت اللي قتلوا إسماعيل هنية، دايما في إيد وإجر لألون على الأرض بدها تكون. وفي واحد من العملاء مثلا اللي حكيت عنه مؤخرا اللي هو كان ممرض، إذا بتشوفي طبيعة السؤال المشغل لألو بيجي بيقول له أنه أنت وقت اللي وقفوا مين، في حواجز بالمنطقة، في حواجز للبلدية، في حواجز للجيش بالجنوب، في حواجز لقوى الأمن، وفي حواجز للحزب. وقت اللي وقفوك شو بيطلبوا منك؟ إذا كنت لحالك بيوقفوك، إذا كان معك مرة هل بيوقفوك، إذا كان معك أجنبي دايما بيوقفوك ولا لا، وشو بيطلبوا منك، وهل بيحكوا مع الكل ولا بيحكوا مع شخص واحد؟ معناتها هني عم يجربوا يفهموا إذا فاتوا لجوا ليتحركوا عبر عملاء لألون شو العوائق يلي ممكن يتعرضوا لها عندهم. فالإسرائيلي بموضوع الخرق من الانهيار الاقتصادي اللي صار بلبنان، فرع المعلومات اشتغل على عشرات شبكات التجسس وحكي عن اجتياح استخباراتي، لأنه اللبنانيين وقتها صاروا بالألاف، بعشرات الألاف ومئات الألاف يقدموا سيارهم الذاتية لشركات موجودة برا لأنه بدهم يجيبوا دولار. صحيح. أو يورو، فصاروا يقدموا السي في. فالإسرائيلي تقديرات الأمن عملت مجموعة شركات وهمية مثل ما عملت شركة وهمية لحتى تبيع البيجرز، وصارت تتقبل هول السي في والسيارة الذاتية، وصار عندها داتا بالحد الأدنى عشرات آلاف اللبنانيين اللي طالبين شغل، وبتقدر تعرف هيدا وين عنوانه وهيدا شو رقم تليفونه وكيف تقدر توصل له، بتقدر تجند اللي بدي اياه. ولهلأ كل المعلومات موقفين بحدود ما يناهز 300 عميل تم توقيفهم من 2019 لليوم. هيدا بموضوع التواطؤ والسوشيال ميديا ومعلومات هيك. بقلب الجسم تبع الحزب
خلال الفترة الماضية الحزب وقف قيادات كانوا عملاء بقلب الحزب، أبو تراب وشوربة، مسؤول عمليات الخارجية بقلب الحزب تبين أنه هو عم يشتغل مع الإسرائيلي، واحد تاني راح عند الأمريكان توفى رجع من فترة كان معه سرطان ضلوا محبوس خلال هالفترة كلياتها. هو كانوا قيادات على مستوى عالي، فالنفس البشرية هي نفس، في منا ضعيف في منا خاينة، والنفس البشرية عند الكل يعني موجودة. نعم. فبتلاقي في حدا واطي وخسيس بيقرر يبيع بلده، وفي حدا لا ما بيبيعه بيقدم دمه كرماله. فهذا الخرق أكيد موجود. قدي مستواه وعلى مستوى القيادة وشو قادر يوصل الإسرائيلي، يعني بفترة من الفترات كنا نقول أنه هل طب كيف عم يقدر الإسرائيلي يطالوا نمع تليفونات، فهل بقلب هيدا البيجر في في شيء تحديد موقع تنصت او تحديد موقع يقدر يحدد موقع، لانه الاسرائيلي باكثر من عمليه كان خارق الداخلي كان عم يدق على الداخل. سؤال يطرح سمر كان عم يدق يتصل على الرقم الداخلي انه سلام عليكم الحج موجود، او يعني كان عم بيجي بده ياكد انه فلان موجود هون اذا ما معه كان جهاز الكتروني ليعرف انه وصل ولا لا، وعلى اساسها يتحرك او تصير الضربه باكثر من محل. فتبين هذا الخرق بالاتصالات، ففي معركة موجودة، في مواجهة هي برأيي أنا أشد شراسة من الحرب العسكرية. نعم. الحرب الأمنية اللي موجودة. الموضوع الحدثين يلي صاروا، الحدثين الكبار يلي صاروا، يلي هو موضوع البيجرز وموضوع اللاسلكي، اليوم إذا بدنا نعمل هيك تقدير معك أستاذ رضوان، قديش ممكن يكونوا عملوا خلل أو شلل بي، لأنه في كلام كمان قرأناه وطلع أنه هذا يساهم بفصل كل الوحدات عن بعضها وتقطيع أوصال، وخلص يعني ما بقى في قدرة لضبط عملية التواصل بشكل مضبوط وموزون. أيما أنه هلأ كنا عم نحكي أنه في بيجرز قديمين وفي أجهزة لاسلكي قديمة، فهل عملية الشلل اللي صارت واسعة ولا حلقة ضيقة؟ كل جهاز، كل جيش، ونحن عم نحكي هون عن جيش حزب الله. نعم. عرفت كيف؟ عديده 100,000 مقاتل اللي هو أكثر من الجيش اللبناني يعني. فهذا الجيش لحتى يكون فيه بأي معركة بغرفة القيادة والتحكم فبدأ تواصل، والتواصل هون وقت اللي نيجي نحكي نقول نحن في عندك قلت لك في خرق لشبكة الاتصالات الداخلية بمناطق محددة تحديدا اللي بتمرق بمحطات راكبة، هيدي تبين وأكسنا عليها مد الحزب عمل خط آمن تاني رديف، ولكن هيدا لا يكفي وما بيقدر يتحرك أكثر فيه. قلنا هلا عم نقال انه انضربوا البيجرز، كيف بدهم يتواصلوا وكيف بدهم يبعثوا امر لبعض وكيف، ولكن اللي مخروقين هن البيجرز الجداد، بينما كل البيجرز القديمه هن بيكملوا. حتى اذا جابوا هلا شحنه بيجر جديده مش من مصدر موثوق ومؤكد بيقدروا يكملوا تواصل طبيعي. وقت اللي نحن قلنا 5,000 بيجر، مش كلهم في 3,000 شاب اللي انصابوا، في شيء ما فقع وفي شيء عمل ايرور وطفى، وكل اللي كان مطفي بس هني كانوا مجهزين كلهم ليفقوا صح، وكل اللي كان مطفي ما فجر اكيد، ما وصل تم التخلص منه. اكيد تم التخلص منه وتم تحليله. يعني بدي ارجع معك لنقطه اذا بتسمح لي فيها رضوان، اللي هي موضوع الشبكه الارضيه اللي تم خرقها، يعني مثل ما قلت صاروا يتصلوا الاسرائيليه على الشبكه الداخليه ويلي شلل الحزب وعمل شبكة آمنة، شبكة رديفة ولكنها غير كافية عمليا. عملية خرق الشبكة الداخلية هيدي كمان خطيرة، هيدي كمان تفوق تكنولوجي ولا عمالة وتواطؤ؟ هيدي بتحمل الاثنين، يعني بتحمل الاثنين من دون جزم. أول شيء السؤال هو هل قدر الإسرائيلي يخرقها لوحده ولا هو خرقها بمساعدة أمريكية؟ هيدا الشيء هون اذا بدنا نحكي يعني، وعلى الرغم من انه الامريكان بينفض
ايده من اي شيء. الامريكاني بجيب وقود الطائرات للاسرائيلي، الامريكاني كل الذخيره بيعطيها للاسرائيلي. شنو عم بقول؟ لا تستبعد اذا بيقرر انه هو الشريك الاساسي بفلسطين، هو اللاعب الاساسي. عرفتي كيف؟ هي كلها نفاق ومسرحيه عم يعملها. يقرر الجيش الامريكي انه نحن ما بدنا نعطي ذخيره وما بدنا نعطيهم وقود للاسرائيليه، شو بيعملوا؟ تبين بالرد اللي صار كله انه اسرائيل لحالها، كرمال هيك الحرب اللي نحن عم نعملها هي مش مع اسرائيل، اسرائيل لحالها بتنتهي. الحرب هي اللي عم نعملها نحن، هي وكيله اسرائيل، نحن عم نعملها مع امريكا، مع بريطانيا، مع الدول الداعمه لبقاء اسرائيل بمنطقتنا. فكرمال هيك هي حرب كونيه. طيب فهو طبعا هناك هذا الدعم التكنولوجي واللوجستي الامريكي لكل هيدا الشيء اللي صار. اوكي، هي واحدة. اثنين، عندك اكيد في دور ما بفتره من الفترات للعملاء، حتى في دور اذا بتتذكري صار في شويه مشاكل مع اليونيفيل بفتره من الفترات، العلاقه بالكاميرات اللي موجوده، العلاقه بالكاميرات اللي بتتركب، اللي هي نحن ما بننكر انه هيدي الكاميرات ما فينا ننكر انه ما عنده عليها اكسس الاسرائيلي. حتى وقت اللي يجي تطرح اليونيفيل تاسيس الفوج النموذجي، وقت اللي تطرح تأسيس الفوج النموذجي اللي هو عندك أربع أفواج في الحدود البرية، هذا الفوج الخامس، وقت اللي تطرح تأسيسه وتعرض تموله وشو مهمته، مكافحة التهريب على الحدود اللبنانية الفلسطينية. كيف التهريب بدك تراقب على طول، على طول الخط، مش بس هيك بتيجي بتقول هي بتمول العناصر اللي بدنا. هلأ في 40-50 واحد مع قائد فوج كانوا بدهم يعملوه مدري بأي ضيعة، رفضوا الضيعة، يمكن رجعوا عملوه بضيعة، يمكن عملوه بسربين. فالفكرة كله الشغل هو لحتى أنت تقدري تعملي هيدا الاختراق. في اختراق بشري موجود بتمديد هيدا الشبكات، ما بيمنع أنه يكون هيدا الشيء، هالخرق موجود، خاصة أن هي وقت اللي قلت لك أن الخط الآمن، الخط الآمن هو مثل انترفون. يعني في سلك رايح لعندك ولعندي، مش بيمرق بمحطة. هيدا المحطة هني عملوا اختبار تاني غير الاتصالات اللي كانوا عم يعملوها، أنه وقت اللي يدق حدا من الشباب على البيت اللي عنده على الداخل يقول لعائلته انه هو راجع، المعلومات يقدروا يتبين عنده معلومات الحزب انه في مسيرة تحركت لها نقطة، وبالبيجر كان ينبعت انه في مسيرة واطي حربي واطي بهيدا النقطة، انتبهوا. فكان هيدا الرسالة تنبعت، فبمجرد عملوه هيدا الاختبار كذا مرة تبين معهم انه لا، انه مخروق، انه في خرق، انه في خرق. اكيد نعمل تحقيق لحتى يتبين شو دواء، شو اسباب هذا الخرق وكيف صار هذا الخرق. هي بتبين لاحقا. الحزب ما بيحب يحكي عن هالمواضيع. ليه؟ كيف بيعتبر مثل ما هلا الجيش هيدا الشيء داخلي. قياده الجيش مثلا اجت حاسبت عشرات الضباط حطتهم بالتصرف وفي منهم طلعوا طرد، بتحكي عنها؟ ما حدا بتحكي عنها. بتعتبر على السكت. ليه؟ لانه بتعتبر هيدا بمس بصوره الجيش. القضاء بيقول لك نحن القضاء وقت اللي يجي يعمل يجي يطرد قاضي بيقول لك عندنا موجب التحفظ ونحن ما فينا نحكي، وهيدا الجسم القضائي اذا انت حكيت انه في قاضي فاسد فتلقائيا في صوره بتنصبغ علينا نحن كقضاة فما لازم نحكي. الحزب هو جسم امني، جسم امني عسكري، فالمحاسبه هي بتكون داخليه، والاستفاده من الدروس والعبر كمان بتكون داخليه. في شيء منا يسرب لبرا وفي شيء منا بيضلوا. في خبر هلا واصل انه توقيف عميل القوى الامنيه وحزب الله اوقفوا المدعو فذين من بلده حوله وهو مقيم في ميفدون على خلفيه العماله لاسرائيل، واللافت انه يعمل كمقاول لصالح منظمه اليونيسف وينفذ مشاريعها في البلديات والمؤسسات العامه القريبه من حزب الله، وشقيقه مسؤول كبير في حزب الله. سلمت شفته للخبر اول، شفته للخبر اول ما قبل ما نفوت، بس ما صار لي اتاكد منه بعد لحتى اشوف انه هل فعلا مزبوط ولا لا. اجت جواب ناسمين ولا بعد؟ هلا بتاكد اذا في بريك متاكد. اكيد. بس لاقول لك قبل شغلي انه هو شقيق لحزب الله، شقيق مسؤول كبير في حزب الله. هيك الخبر جاي، يعني بعدنا عم نقرا خبر ما بنعرف تفاصيله. يهوى لبيع المسيح، يعني عمه للنبي كان من كبار المشركين. في ابن قيادي بالمقاومة، بيو شهيد بالمقاومة، شاب من بيت حضرج، اشتغل مع الإسرائيلية وأخذ منهم مبالغ طائلة وعطاهم كتير معلومات، هذا قدروا يوقفوا المعلومات. فالعميل دايما ما عنده لا بي ولا أم ولا عنده وطن،
ولا عنده خي ولا عنده ولاد، هو ما بيتحملوا مسؤولية. العميل هو عميل ما له أي هوية. صحيح. ولا رح صار معي جاهز على الزوم، على تطبيق زوم، نائب رئيس تيار الوطني الحر دكتور ناجي حايك. بهالوقت تأكد لنا من المعلومة رضوان، عمل اتصالاتك. صباح الخير دكتور. هي لك ولضيفك الكريم. اهلا وسهلا فيك دكتور ناجي. ناجي حايك، قولي له لضيفك، قولي له لضيفك الكريم انه وقت بكون عم يحكي عن العملاء ما يقول انه عمه للنبي كان من المشركين، كانه عم بيساوي العماله بانه عمه للنبي عليه الصلاه والسلام كان من المشركين. معليه ما فهمت، هي معليه وضح لي هالردون. عم يحكيك دكتور ناجي، بس عم يحكي انه بيقدر يكون واحد منهم ويكون خيو عميل، قال يحو عمه للنبي كان من المشركين. ايه شو يعني مش حلو كثير، بس مشركين يعني مسيحي. شكرا عزتك. عجبتك ولا ما عجبتك؟ اصطفل يعني، انت ناجي حايك ما رح رد عليك. لا 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 بلا بترد علي. لا ما رح رد عليك. طب خلص دكتور ناجي، خلي حديثك معي لو سمحت. ما رح رد عليك انه هالقد معروف عنا رضوان، معروف في مواقفه، معروف هو. خلص ولا موضوعنا غير اصلا. ايه موضوعنا غير. فشا اذا بتريد حديثك معي دكتور ناجي لو سمحت، بعدين هيدا موضوع اخر عمليا. اليوم كيف تنظرون إلى ما حصل؟ كان لافت أنه كمية التضامن يلي شفناها على الرغم من الخلافات السياسية الأخيرة، واللافت أكثر كان ناجي حايك شخصيا يلي هو من أكثر المعارضين لسياسات حزب الله. امبارح شفناه او باليومين الماضيين شفناه ما ترك غرفة العمليات في المستشفى، وكان عم بيعالج المصابين يلي كانوا عم يصالوا على مستشفى رزق في الأشرفية. البعض رأى في هذا الأمر تناقض، والبعض رأى في أنها الإنسانية والأخوة، وأنه رسالة هذا الطبيب وإن اختلف الأمر بالسياسة. الموضوع كتير واضح، بس لازم العالم تسمع. نحن قلنا وسياسة التيار الوطني الحر واضحة أنه نحن حتى لو اختلفنا بالسياسة ولو اختلفنا بالموقف مع موضوع ربط الجبهات، أيلا اعتداء على لبنان، نحن نقف إلى جانب اللبنانيين مين ما كان يكون، ونقف إلى جانب حزب الله، ونقف إلى جانب كل واحد لبناني ضد أي غريب حتى لو كان اللبناني مخطئ. هذا الموضوع ما في منه جدل، وهيدا بالسياسة. أما بالموضوع الإنساني فهيدا من أقل واجباتنا مين ما كان يكون. هيدا كطبيب مفروض أنت تعالج الجرحى، ومفروض توقف إلى جانب كل محتاج طبيا. بقى ما قلنا بالفضل، ونحن ما منربح جميلة، وهيدا واجباتنا كلنا كلنا كلنا. وأنا يلي شفته بأكثر من مستشفى أنه كل الطاقم الطبي كان كله موجود وكله راكد وكله عم بيساعد هودي أهلنا شو ما كانت سياستهم، عم بيساعدهم، وكانوا من عدة أحزاب أكيد منهم مساند بالسياسة لحزب الله. بالعكس، في قسم منهم حتى كانوا بالقوات اللبنانية، كانوا راكدين عم بيساعدوا وعم بيقوموا بواجبهم الإنساني. وبرجع بكرر، ما قلنا بالفضل، هيدا أقل الواجب. نعم. خليني بس هون أوضح شغلة، لأنه أجتني هلأ من مرجع كبير يعني. فالمقصود بعم النبي اللي هو أبو لهب، والمقصود بأنه مشرك لأنه كان لا مسيحي ولا يهودي، كان من عبدت الأصنام. فلحتى لي توضح هذه النقطة، المقصود فيها مش المسيحي، المقصود عبدت الأصنام، وأبو لهب عم النبي كان من عبدت الأصنام. فخلينا ننهي هيدا النقاش هون عمليا. الجرح والوجع أكبر بكتير من هيدا النقاش. أكيد بس أنا لأنه هيدا تعبير يستعمل لغير للمسيحي. لا لا بس بهيدا الحالة تحديدا أبو لهب كان من عبدة الأصنام. بسياق الكلام عن العملاء، من شان هيك انا رديت. هو ما عجبه لانه هو بيعتبر انه حيالله رد ممكن ما يكون هو عذوقه وما بيتماشى مع هو. يا دكتور ناجي خلينا بحديثنا. بالعكس احنا هلا عم نحكي انسانيه، عم نحكي موقف وطني. ممتاز، خلينا عم نحكي انسانيا وموقف وطني، خلينا عم نحكي انسانيا وموقف وطني. اي موقف مخالف انا بعتبر ناجي حايك، شو ما حكي اكيد ما برد عليه، مش انه اي موقف. خلص يا رضوان خلص، طلع من الصوره هلا حاليا رضوان.
دكتور ناجي خلينا نكفي نحن وياك في نحن مقبلين على مرحلة على ما يبدو قد تكون ستكون قاسية جدا، يعني بغض النظر عن اليومين القاسيين يلي عشناه ونودي لهم تبعات في المرحلة المقبلة، حالة التضامن الوطني الكبيرة يلي حضرتك هلا حكيت عنها ويلي كنا لمسينا، كيف بدها تترجم بالمرحلة المقبلة؟ قد نكون قادمين على حرب واسعة، بهيدا الحال كيف بدها تترجم؟ ونحن شفنا مرقنا بحالة حرب تموز، شفنا انه صحيح انه كان في نوع من التضامن الوطني، ولكن كمان كان في هناك من طعن في الظهر. رح نعيش هيدي الحالة برأيك بالمرحلة المقبلة؟ انا ما بقدر احكيك عن الشعب اللبناني كله، بس انا بقدر اقول لك عن التيار الوطني الحر، وعني انا شخصيا نحن متضامنين مع اهلنا يلي عم بيتعرضوا للحرب، لو شو ما كان سبب الحرب، هودة لبنانية ونحن نوقف حدهم نقطة على السطر. هذا الموضوع ما في لبس فيه وواضح. السياسة بنبقى بنرجع بنتصافى بعدين، وبنرجع بنتحاسب بعدين، وبنرجع بنتشارع بعدين، بس هلأ مش وقت هيدا الشيء أبدا. طيب هل بتشوفوا أنه يعني المرحلة المقبلة قد ننزلق فيها إلى، يعني سينجح الإسرائيلي برأيك باستدراج حزب الله إلى حرب واسعة، خصوصا أنه من بعد هودي اليومين تغير الوضع، يعني ما عاد فينا نحكي عمليا بقواعد اشتباك، بعدم المس بالمدنيين، يعني هذا النوع من الضربات القوية ما في مجال ما ينرد عليها بضربات قوية. بالحقيقة أنا ما بعرف شو رح يكون موقف حزب الله، بس الأكيد أنه لحد هلأ حزب الله عم بيجرب يتلافى الحرب الكبيرة وما عم بيضرب على المدنيين، رغم أنه إسرائيل عطيته مجال أنه يرد على المدنيين، وعطيته مجال أنه يضرب تل أبيب ولا يضرب حيفا، وهو ما عمل هيك لأنه ما بده يفتح مجال لإسرائيل تعمل حرب كبيرة. بس أنا برأيي إسرائيلية إذا شافوا أنه عنده القدرة يعملوا حرب كبيرة رح يعملوها، ما فرقاني معه، لأنه هن يلي عم بيزيدوا وعم بيطوروا أكثر من موضوع اشتباكات على الحدود. طبعا هذا واضح أنه حزب الله ما بده حرب، يلي بده حرب هو الإسرائيلي. هلا بتقولي لي رح يعملها ما رح يعملها، ما بعرف، بس يمكن. طيب موقفكم كتيار وطني حر واضح بهذا الموضوع، ولا طالما تحدث رئيس تيار الوطني الحر جبران باسيل انه نحن اذا اجت اسرائيل عملت حرب علينا، نحن طبعا الى جانب، يعني نحن مع لبنان والى جانب حزب الله في هذا الاعتداء، اما انه نحن اللي نفتح الجبهه نحن ما فينا نكون معكم. طيب بالنسبة لكم حزب الله فتح الجبهة في الجنوب، إذا أتى الرد وين رح تكونوا؟ رح نكون إلى جانب حزب الله. هذا برجع بقلك صار الموضوع حكينا عدة مرات، نحن إذا كان عندك ابنك ولا خيك واقف على الحيط وإنت عم بتقوله ما تقرب ووقع، تنزل بتشوفه واقع والدم عم بينزل منه، بتقوله قلت لك ما تقرب على الحيط، لا بدك توقف معه وتساعده بعدين تحكي انت وياه بهذا الموضوع. ما في لبس فيه، وهذا موقف تيار وطني الحر واضح لمن يريد ان يصدق طبعا. طيب نحن قلناها كذا مره، ونحن يلي بنقوله بنعمله، والموقف يلي بناخده بالعلن بنقف فيه يعني. طيب اليوم في افرقاء اخرين وشركاء اخرين في الوطن بحملوا حزب الله كامل المسؤوليه، مثل القوات اللبنانيه والكتائب اللبنانيه وغيرها، حول اي شيء بده يصير، حتى اذا فتحت الحرب بيقولوا انه يتحمل حزب الله لحاله مسؤوليه هذا الحرب، وكانه عم بيقدموا السلف سك انه لن نكون الى جانبكم، ما رح نوقف معكم، ما رح نكون بيئة حاضنة لجراحكم في مرحلة الحرب. هيدا ممكن يختك الى شرخ كبير بالبلد، وما بعرف لوين ممكن يوصل. بتشوف انه هيك بتروح المسارات، او وقت اللي يوقع الجد بترجع بتستقيم الامور؟ أنا يلي شفته من القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية ومن أطبائهم كان تضامن كامل مع ملامتهم الكبيرة. ما نحن عنا نفس الملامة كمان يعني. إيه عم نحكي عن الحرب، عم نحكي دكتور عن الحرب بكوبا إذا توسع. نحن عم نقول إنه حزب الله بفتحوا الجبهة
عم يتسبب بضرر للبنان ويمكن يتسبب بحرب للبنان وحرب مدمرة وكبيرة للبنان. بس بدي أقول لك ما هيدا كله نحن ما فينا نوقف إلا مع شريكنا بالوطن لو كان محقوق. نعم أنا بدي أشكرك على هذه المداخلة دكتور حايك. بدي يعني ما في لزوم نشكرك أو نثني على جهودك لأنه هيدا واجبك الوطني، واجبك كطبيب، واجبك كإنسان، واجبك كمواطن لبناني توقف حد خيك. ولكن عم قلك أنه كان لافت فكري، حتى لو ما بيحكي معي كان كانت لافتة فكرة أنه ناجي حايك يلي أشد الخصوم ويلي بيوصل لحد اتهامه بالعمالة عمليا وبأنه يجنح موضوع نحو السلام وما إلى ذلك. يعني سمر موضوع الاتهامات بالعمالة وبالطائفية وبالإنعزالية هيدي من التكتيكات اللي تستعمل من زمان بحق الآخرين. يعني دغري بيقول لك عميل وعنصري وانعزالي، ما نحن من جيل من فعله هيدا كانوا يستعملوها ضدنا ولا ما هلا انا بحلى بتعترف انه انت بتزيدها شوي اوقات دكتور. انت بتزيدها بالعكس، انا بقول شوي اوقات بقول الحقيقه مهما كانت صعبة. يعطيك ألف عافية، رح نتركك تروح على تابع جهودك. شكرا لك نائب رئيس التيار الوطني. أنا يمكن أقل واحد ساعدت، في كثير أطباء عملوا كثير كثير كثير، يعني خصوصي أطباء العيون. نعم. بنوجه لهم التحية وأطباء الأطفال. خلينا نقول إنه حضرتك كمان متخصص بالترميم. بالترميم بس ما كان في كثير. وأكيد أكيد تكونوا بحاجة تدمي القلوب، تدمي القلوب شباب بمطلع العمر وهن عم بيصير فيهم هيك شيء كثير كثير مزعج، المنظر كثير مزعج. شكرا لك يعني انا بتمنى لهم السلام. شكرا لك دكتور ناجي حايك. رح نفوت على بريك ولا بدنا ننقل على بريك؟ قبل ما تفوتي على البريك مش جاهزه، تفضل رضي. خبريه توقيف العميل اللي انقال الاحرف الاولى غير صحيحه، اللي انقال انه هو من ميفادون فاذال، من ميفادون توقف، هو بيشتغل مع وحده من الوكالات. نعم يونس. الخبر غير صحيح. زلمه ببيته ودق عند القوى الامنيه وقال لهم ليه عم بكبوا عني هذا الخبر، والخبر غير صحيح. بس اذا خبر توقيف العميل يلي هو المسؤول وساكن بميفادون وشقيقه مسؤول كبير في حزب الله غير دقيق، وزلمه موجود ببيته صح وعم ببلغ الجميع انه عم يبلغ الأجهزة الأمنية إنه هو موجود بالبيت وليه عم يطلعوا علي هالخبر. أو رحت شكة شو قالوا له؟ رحت شكة عن كيف بده يتشكى على اللي عم بيكبوا الأخبار عليه للأسف. على كل حال توضحت هيدي نقطة تحديدا. خلي انقل على برج البراجنة من دارة النائب علي عمار. زميلتنا ربيكا سمعان تنقلنا المشهد اليوم الثالث من تقبل التعازي باستشهاد نجلو مهدي علي عمار. ربيكا تفضلي. نعم سمر، يعني لليوم الثالث على التوالي كما ذكرتي يواصل النائب علي عمار تقبل التعازي والتبريكات باستشهاد نجله. خليني أقول من بين الحاضرين كان النائب محمد رعد الذي كان قد استشهد نجله في غارة في الجنوب اللبناني في يعني بداية الحرب مع العدو الإسرائيلي، وأيضا حضر عدد كبير من النواب ومن الشخصيات السياسية والاجتماعية وغيرها. ينضم إلينا النائب علي فياض، سعادتك يعني نحن تعزينا أولا الحارة الكل. اليوم المقاومة ليست المرة الأولى التي تدفع الدماء في سبيل هذه القضية وأنتم مستمرون، هل اليوم في تخوف من الأوضاع الراهنة، يعني كون أنه الاستهداف ليس استهداف عادي بل استهداف سيبراني كبير جدا؟ يعني خلينا نقول بصراحة ووضوح، المواجهة مع العدو الإسرائيلي دخلت في مرحلة جديدة، زج في هذه المعركة بأدوات جديدة، وتطورت هذه المعركة إلى مستوى جديد من التصعيد برأيي الذي يفتح على كل الاحتمالات. يجب أن نكون واقعيين ونقول بأن هذه المواجهة تفتح على كل الاحتمالات، وهذه المواجهة أيضا تعطي الحق للمقاومة يعني جريا على سياساته في الحفاظ على التوازن مع العدو الإسرائيلي وردعه، يعطي المقاومة الحق أيضا بأن تزج بوسائل وأدوات ومستويات جديدة في الصراع.
هذا أولا. ثانيا أنا برأيي نهاية القول في هذا الموضوع. إذا كان يعتقد الإسرائيلي بأن حجم هذا الاستهداف على الرغم من كبره وحجم الإيلام الذي ألحقه بالمقاومة ومجتمع المقاومة من شأنه أن يدفع هذه المقاومة للتراجع عن خياراتها، للتراجع عن هذا التلازم الذي أكدته في معركة الإسناد بين الواقع الجنوبي وما يجري في غزة، برأيي هو مخطئ. المقاومة قرار السياسي عدم التراجع، نحن مضونا في هذه المعركة، والآن يعني كمان خلينا نحكي بصراحة، المقاومة بمختلف هيئاتها مكبة على التقييم وقراءة والتحقيق ومراجعة كل ما حصل بهدف يعني أخذ العبر، دراسة مواطن ضعف، تشكيل الرواية الرسمية لدينا الكاملة حول كل ما حصل، وبالتالي هضم هذه التجربة بهدف تجاوزها، لأن احنا شايفين المعركة مفتوحة وربما تكون طويلة يعني بحسب المؤشرات التي يطلقها العدو الإسرائيلي. الأمر الآخر الشديد الأهمية الذي يستدعي برأيي التنويه هو هذا الاحتضان الوطني العميق، هذا التعاطف على مستويات رسمية وشعبية وعلى مستويات حزبية، هذا أمر شديد الإيجابية. وأنا برأيي هذا يعني من الأمور التي تتيح للبنان بأن يرد على هذا الاعتداء بالطريقة المناسبة. يعني اليوم أيضا يتوجه وزير الخارجية إلى نيويورك للمشاركة غدا في جلسة مجلس الأمن، هل اليوم هناك ثقة بعد في المجتمع الدولي؟ هذه الخطوة برأينا مطلوبة يعني، والحكومة يجب أن تزج بكل أدواتها الدبلوماسية على المستوى الدولي بهدف إدانة العدو والتضييق عليه والضغط عليه. هذه واحدة من الجبهات التي يجب أن تخاض، ويجب عدم التقليل من أهمية هذا الأمر، لكن بطبيعة الحال نحن ندرك تماما بأن هذا الإسرائيلي يتمتع بغطاء دولي كبير، ولغاية الآن المؤسسات الدولية كلها على الرغم من القرارات التي اتخذتها، لكن دائما هناك حماية أمريكية وهناك حماية من جزء كبير من المجتمع الغربي، لذلك هذا الصنف من المواجهة عادة لا يصل إلى نهايته. على الرغم من كل ذلك نحن نؤكد على الحكومة بأن تمضي حتى النهاية في ملاحقة العدو الإسرائيلي على المستوى الدولي وداخل أروقة ومؤسسات الأمم المتحدة وداخل كل الهيئات القضائية على المستوى الدولي. فهذا أمر مطلوب، لكن الرهان في نهاية المطاف هي المقاومة والموقف اللبناني الوطني الذي يلتف حول هذه المقاومة. شكرا سعادتك. يعني سمر تتواصل التعازي هنا في دارة في برج البراجنة في دارة النائب علي عمار وسط حضور كبير وحشد كبير من الفعاليات السياسية كما ذكرنا، وأيضا من بين الذين جاءوا لتقدمة واجب العزاء كان النائب حسن فضل الله، يعني الذي أصبح معلوما أن ابنه من بين المصابين، ويعني كمان عدد كبير من النواب من بينهم كما ذكرنا أيضا محمد رعد. يعني هذه كانت الأجواء من هنا، عودة لك. شكرا لك ربيكا. ومن برج البراجنة سأنتقل إلى زميل ريكاردو الشدياء موجود في مستشفى الزهراء ليطلعنا أكثر على وضع الجرحى ويعني المسار الطبي وهناك. صباح الخير ريكاردو. صباح الخير سمر لك ولجميع مشاهدي قناة الجديد. يعني نتابع منذ ساعات صباح هذا اليوم عملية الطوارئ التي باشرت بها المستشفيات في لبنان، خصوصا بعد العملية العدوانية الثانية التي نفذها العدو الإسرائيلي بحق الأجهزة اللاسلكية التابعة لحزب الله. وهنا تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة ومنذ دقائق أجرت تحديث
تحديثا على عدد الشهداء، فارتفع عدد الشهداء نتيجة العملية العدوانية الثانية من 28 شهيدا إلى 32 شهيدا، ولكن نحن بانتظار المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الوزير فراس الأبيض عند الساعة الثانية بعد الظهر ليعلن العدد الفعلي حتى الساعة الثانية لعدد الجرحى، لأن هناك عدد كبير من الجرحى، وهناك من يقول أنه ارتفع إلى ما أكثر من 3000 جريح. يعني لنتابع الوضع الميداني عن قرب من مستشفى الزهراء إلى جانب البروفيسور يوسف فارس رئيس مجلس إدارة مستشفى الزهراء. خلينا بروفيسور نحط الكل بالأجواء، من ساعات العملية العدوانية الثانية لحد اليوم عدد الإصابات بمستشفى الزهراء، عدد العمليات الجراحية ونوعية العمليات الجراحية اللي عم يخضع لها كل جريح عم يجي لهون. يعطيكم ألف عافية، بشكركم على جهودكم. نحن تفاجأنا بالموجة الثانية من التفجيرات اللي حصلت بالموظفين والعاملين بالإطار الصحي وغير الإداء الصحي. نحن إجينا ثلاث حالات بالموجة الثانية. نحن إجينا بالموجة الأولى يفوق 150 حالة، وما زالت العمليات 8 غرف عمليات تعمل ليل نهار. اليوم بنخلص الفرق يعني غرف. يعني فينا نقول انه فولت المستشفى، او هناك قدرة استيعابية تخولكم ان تستقبلوا المزيد من الجرحى والضحايا؟ نحن صراحة حتى الان يعني مفولين تقريبا، يعني احنا من مستشفيات تانية جريحين من مستشفيات تانية، وسيخضعوا اليوم لعمليات جراحية. هلا من اللي اجوا من المصابين بالمرحلة التانية من الانفجارات، اثنين راحوا على البيت وبقي واحد عندنا سيخضع لعملية جراحية. طيب عمليات جراحية وين؟ في حديث عن انه هناك عمليات بالعيون بالبطون، في عمليات خطيرة بالايادي. يعني العمليات تتركز باربع اختصاصات بالدرجة الاولى: الجامعة، جراحة العيون، جراحة الفك والوجه، وجراحة العظم. يعني نحن المريض الجريح بيدخل على غرفة العمليات بيكونوا في 4 جراحين فايتين بنفس الوقت على نفس المريض. أوكي؟ يعني بيعملوا العملية، لنفترض خلصوا بعد في حكيم العيون ما خلص لأنه الشغل على الميكروسكوب، فبينتقلوا لجريح آخر وهكذا. طيب لوجستيا وماديا انتم جاهزين في حال تفاقمت الاوضاع بالساعات والايام الجايه، جاهزين ان تكونوا عم تستقبلوا مزيد من الحالات؟ نحن بجميع الاحوال نحن عندنا خطه طوارئ قبل هذه الحادثه الاليمه، وفعلنا خطه الطوارئ اللي موجوده بالمستشفى، وحاضرين حالنا وجاهزين اذا الله رأى. شكرا لك، الله يعطيكم ألف عافية. البروفيسور يوسف فارس. يعني سمر، أود أن قبل أن أنهي رسالتي أود أن أشير إلى أن هناك اتصالات رفيعة المستوى تأتي من مختلف الدول العربية إلى وزارة الصحة والحكومة اللبنانية وإلى إدارات المستشفيات، وهي تعرض مساعدات بمختلف الاتجاهات، مساعدات مادية ولوجستية، كي تكون المراكز الطبية والمستشفيات على أهب الاستعداد لمواكبة تداعيات والمرحلة المقبلة لما يحصل على مستوى العدوان الإسرائيلي في لبنان. عودة إليك سمر. شكرا لك ريكاردو. رح نتوقف مع فاصل إعلاني قصير، أعود بعده وأتابع الحوار مع ضيفي رضوان مرتضى. مرحبا فيكم من جديد مشاهدينا بما تبقى لي من وقت، ورحب مجددا وأتابع الحوار مع ضيفي الصحفي المتخصص بشؤون الأمنية رضوان مرتضى. أهلا وسهلا فيك من جديد أستاذ رضوان. بهالعشر دقائق خلينا نحكي شوي عن المسار. يعني طيب
اوكي الشركة الجولد ابولو يلي هي تايوانية يلي كانت عم تقول انه مش من عندي يعني الخلل ونحن عاطين الاسم فيها تستخدموا شركة اخرى على ما يبدو هي هيدي الشركة المؤسسة بهنغاريا. شركة الايكوم اليابانية يلي كمان صار في تخبط بالبيانات يلي طلعتها اليوم ساعة بتقول انه نحن مش منا مبيعين بهيدا الفترة ونحن هيدا النوع وقفنا تصنيعه من فترة ومش من عنا مأخوذ وبعدين لا فتح التحقيق وكله فتح تحقيق بالموضوع وصولا إلى الشركة الهنغارية يلي بظن اسمها بي اي سي ويلي عم يحكي انه أسستها مرة اسمها كريستيانا بارسوني أرسي دياكونو ويلي هي اسم الشركة بي اي سي يلي هو على اسمها تحديدا ويلي هلأ هي مختفية ما حدا عم يقدر يلقي لها أثر يعني فكمان هيدي عملية الترابط بهيل إذا بدنا نحكي نحن عن المسار هو قبل ما نحكي عن المسار كيف وصله هو بالتحقيق يفترض يبين مع قيادة المقاومة مين اللي زكى هيدي الشركة يعني مين اللي قال انه تعالوا ناخد من هالشركة كيف وصلوا من الوسيط مين الوسيط هذا الوسيط يفترض ينشاف شو وضعه يعني بيعرف ما بيعرف كيف وصلوا له كيف اجوا عرضوا عليه خاصة انه هي شركة وليد جديد يعني مش شركة اسسوها من 10 سنين ما اشتغلوا مثل ما اشتغلوا الإسرائيلية من كم سنة 22 سنتين عرفتي يعني. كيف سنتين يعني بتعتبري انت لها سن الحرب ماشي يعني من قبل الحرب بسنة فمين اللي زكى هيدي الشركة الوسيط لانه هيدا طرف خيط مفروض لينوصل معه اثنين بموضوع الشركة الهنغارية فتنا مبارع عملنا ريسيرش لحتى نشوف شو وضع هيدي الشركة بعد ما طلعت جولد ابولو تقول انه نحن عطين وكالة عطين لبراند نيم لشركة بالمجر لحتى تصنع هيدا النوع فتنا على الويب سايت اللي محطوط كل اللي بتقدمه هو كونسلتنج او سيرفيسز ما في هيستوري لا ما في شيء له علاقه بتصنيع اجهزه بيجرز حتى الموقع اللي لها انتم عملتوا تقرير وقبل شفتوا كذا تقرير عن اللوكيشن تبع هيدي الشركه ومذكور بالمقال اللي نشر بالصحيفه الامريكيه انه هيدا المكان هو مكان سكن منه مقر شركه يعني هي شركه وهميه وهيدي بتعزز الفرضيه اللي حكى عنها رونين بيرغمان عن انه ضباط ثلاثه اسرائيليه اجوا اسسوا هالشركه هيدي المرة ممكن تكون واجهة صحيح استفيد منها بشكل أو بآخر حتى تكون هي واجهة الشركة هي بعد ما بيّن تفاصيلها بس هني خلقوا هالشركة لحتى يبيعوا هول الداتا المسار هلأ نحكى عن كذا خبرية من بيناتهم أنه هول راحوا على إيران اشتروهم بإيران صحيح. ومن إيران اجوا على لبنان بالبحر عبر تركيا وصلوا على سوريا ورجعوا اجوا على لبنان وتم التأكد منهم ولكن لم يعثر على أثر لهيدي المادة المتفجرة اللي قلنا اسمها أول الحلقة بس في شيء تاني يضاف على إذا بدك على المسار وعلى كل هيدي الأجهزة اللي تم استرادها بالفترة الأخيرة واللي هو هذا بيفرض على قيادة المقاومة وعلى الدولة اللبنانية اللي هي بآخر الحلقة هلأ بدي أحكي كم نقطة العلاقة بالدولة وبقيادة الجبهة الداخلية اللي هي هي مسؤولية الحزب ومسؤولية الدولة اللبنانية فات كتير مواد أجهزة إلكترونية بطاريات كاميرات أسعارها كتير زهيد يعني شفت تعليقات عم تقول إنه طيب هيدي أنت عم تبيع مثلا كاميرا إذا بدك تشتريها بالصين هون أرخص إنه الدولة الأم المصنعة على ألا ما عم تبيع ففي إشياء كتير مواد إلكترونية باعت بالفترة الأخيرة بآخر سنتين هيدي ما حدا مدقق فيها ما حدا فحصها ما حدا عامل ولا أي شيء لأنه الدولة اللبنانية بحالة سوق فلت بنعقاله يعني فلتاني قد ما بدك فلنط على موضوع قيادة الجبهة الداخلية يعني لخبرك وقت اللي صار هلأ نحنا بحرب اللي بجنوب والبقاع اللي بخطوط المواجهة بيعرفوا الحرب لأنه القرى اللي على القرى الحدودية شبه مدمرة بالكامل في مهاجرين عشرات الآلاف المهاجرين اللي موجودين اللي تركين بيوتهم وتركين ضياعهم وفي ناس صامدين بضياعهم لأنه ما عندهم بديلهم ما رافضين يتركوا بيوتهم بس بالمقابل نحن متوقعين أنه ضربي للضاحية بأي وقت صح ولا لا صح. وفكرة أنه قدي بدها وقت شو اللي صار طيب إجوا الإسرائيلية يعملوا ضربي رح لك 300-400 جريح مفروض يكون في خطة طوارئ الدولة تكون عملتها لنقلهم وقت اللي صارت هيدا الضربة أخذوا 200 شاب على مستشفى الساحل كم طبيب عيون فيها
وطبيب كلاوي وطبيب أطراف موجود فيها ليأخذوهم 200 واحد على مستشفى الساحل. في مستشفى تاني مستشفى الرسول كمان العشرات راحوا عليها والعالم لا مستشفيات كلها. شفت شباب أنا كانوا مصابين أهليهم وعيالهم راحوا فيهم تور على المستشفيات ما يلاقوا محل ما قادرين يفوتوا. يعني بالحد الأدنى نحن متوقعين ضربة صارت هيدا الضربة حتى لو فوق مستوى توقعاتك بس مفروض يكون في خطة للإسعاف. يعني هذا شوفير الإسعاف بيعرف حاله لوين بده ياخذ هذا المريض بيعرف أنه هيدي خلص فوليت ولا غيره روح على مستشفى تاني. يعني هيدي الخطة مش نقطة تانية. بنك الدم خيلنا كيف ما في بنك دم أنه أنت بحالة طوارئ وأنت بأي لحظة ممكن يصير عندك هيك ضربة. الناس كلياتها اللي بدها تتبرع مش عم تلحق تتبرع وفي نقص بوحدات الدم وما قادرين يحضروها. ثلاثة في شيء له علاقة لمواجهة يعني الإسرائيلية عندهم متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عندهم وسائل الإعلام اللي قالهم عندهم نتنياهو عندهم وزير الدفاع كله هذا بتلاقيه بيعطي تصريحات. نحن عندنا سيد حسن عرفتي كيف ما فيش متحدث كلنا ناطرين خمسة بعد الظهر كل مرة سيد حسن بدنا ننطر لحتى يطلع. بس أنه الحزب كان يفترض في بيان مثلا صار اللي صار بخبرية اللي قلت لك بأول حلقة انه هون عم بيشيعوا انه اسرائيل هي الله هي عندها قدرات استثنائية وهي قادرة بالهوى تقتلنا وتفجر الاجهزة اللي بين ايدينا ومش عارفين كيف نحن ما نقدر نواجهها. يفترض ينقال ببيان او يطلع انه لا هيدا الاجهزة كانت مفخخة لحتى ينقطع الطريق. يعني يفترض يكون في مبنى نقول الله لا يقدر في خاي قدره مفترض يكون في ابو عبيدة ويحيى سريع للحزب او للدولة اللبنانية لا للحزب اول شيء حدا يعطي هذه التصاريح تا يزيل هذا الابهام علما انه في العلاقات الاعلاميه وفي يلي عم عطول بحاله بس قصدي شفت البيانات اللي طلعوا على الواتساب والبيانات عم بتكون محدوده بدها وفي بيانات شغل أكثر. مش هذا هو التنظير سهل بدي مش من باب التنظير ولكن من باب اقله اذا بدك العبر ونشوف غير نشوف عدونا نشوف كيف عم يشتغلوا بجزء منا انه نحن الدولة اللبنانية مطالبين يخبروا الناس شيء مثل امبارح مثلا ناطرين انفجروا السولار سيستم عم ينفجروا التليفونات انفجرت مكان التدقيق يطلع حدا يحط حدود لهذه الاشاعات هاي الاشاعات اللي عم تطلع انت ما رح تقدري تقمعي او تعملي ضبط لوسائل التواصل الاجتماعي مستحيل بس بتقدري انت تكوني مصدر موثوق تطلع تقولي انه هيدا الشيء غير صحيح اوكي في كم كتبت انا في كم صحافي طلعوا عم بيصاروا يروا انه لا هيدا مش صحيح هيدا مش صحيح بس انه حتى في صحفيين وقعوا طلعوا على التلفزيون وقالوا انه عم بتفقع الالواح الطاقه الشمسيه عم بتفقع الكاميرات اللي موجوده بالبيوت في مجموعه قصص كانت عم تنقال وهي ما كانت عم بتصير حقيقه. كم اتصال بتقدر يتبين لك في خطه لها علاقه بالامن المجتمعي الداخلي لانه الاسرائيلي بموازاه الحرب العسكريه والامنيه اللي عم يعملها عم بجرب يخلق فوضى وعدم ثقه ويفرجي انه هو عنده قدره هائله وقله ثقه بقياده المقاومه انه هني مش عارفين شو عم بصير والعالم عم بتموت والعالم متفقع على الطرقات. اوكي في تفوق بالمقابل انه الحزب استوعب الضربه اوكي ضربه هي ضربه على الراس اذا بدك او مثل ما قال حسن علاء انه هي خنجر في القلب بس انه بنفس الوقت انه قياده المقاومه هي بدها تجواجه وبدها تقاتل. بفلسطين كذاب القسام الى 11 شهر اقصى الضربات عم تتلقاها وبعدك لهلا بتلاقي شاب طالع بالياسين 105 وعم يلحق الدبابه وعم يضربها وعم يعطبها وعم يرجع ينسحب من المكان. فبجزء منها انت بحرب رح تستوعب الضربه واستوعبت الضربه قياده المقاومه وهلا اكيد اليوم السيد بده يحكي بس انه في شيء له علاقه بالتوعيه نشر الوعي وحده الله يعلم. يعني كل الانظار مشدوده والاسماع لنعرف شو اللي بده يقول بس انه يعني اليوم عمليا في يعني في تحديد بوصله اليوم مفروض هي الضربه اللي عملوها الاسرائيليه هي تيرنينج بوينت هي نقطه تحول بمسار الحرب كلياتها. عشان هيك عم نقول يعني اليوم في هالضربه نقطه تحول اليوم في تحديد بوصلتنا نحن لوين رايحه عمليا بكلام السيد عبد الله واضح اللي بيشوف مساره لنتنياهو واللي بيقرا الكتب اللي عملها نتنياهو من 95 ومن بعد ال 95 نتنياهو هو معتبر انه هو قدام ناس هيبين ما بدي حرب انه نحن العاقلين وهو المجنون وهو عم بيصعد هيك عقليه بدك تتعاطي معه بطريقه لا انه لا نحن المجانين وروحوا شوفوا مين بده يتدخل لحتى يحلها لانه بمساره لنتنياهو رايح على حرب هو بده يضل يضرب 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 لحتى يستعيد اللي قاله
قوة قدرة إسرائيل على الردع يخوف العالم خاصة في الشمال، يعني بالنسبة لألو يلي هي لا يردون أو يستعيد قدرته على الردع. نحن انتهى وقتنا، طبعا في كلام كتير ينقال بالمرحلة لاحقة، الأنظار مشدودة لبعض الظهر، نشوف شو رح يقول سماحة السيد حسن نصر الله ردا على الكارثتين يلي صاروا. شكرا لك رضوان مرتضى على مشاركتنا بهالحلقة، شكر موصول للدكتور ناجي حايك وللأستاذ منير ربيع وأستاذ جوني منير ومعالي الوزير زياد المكاري، ولألكم مشاهدينا وإلى اللقاء.